أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ذهبت بزوجتي إلى أهلها قبل ولادتها، ثم إنها تأخرت عند أهلها فأخذت أمي تعاتبني على ذلك، فقلت لأمي وأنا مغضب وأريد أن أرضيها: والله إن جامعت زوجتي فسوف أجامعك يا أمي، فهل هذا ظهار أو يمين؟ رغم أن قصدي هو إرضاء أمي، وقد مر على هذه الحكاية مدة طويلة، فماذا علي أفيدني جزاكم الله خيرا؟ هذا هو الظهار. إذا شبه جماع زوجته بجماع أمه فهذا هو الظهار، عليه أن يكفر كفارة الظهار ولا يقرب زوجته حتى يكفر كفارة الظهار ويعد رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمكن، فإن لم يستطع قيام فإنه يصوم 60 مسكينا.